تم تسجيل 228 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 90.3% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء إلى غاية الآن إلى ما مجموعه 14607 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الحالات المؤكدة عبر جهات المملكة فهو كالتالي، حيث سجلت جهة الدار البيضاء ستات 47 حالة جديدة، 9 منها بمديونة و 38 بالدار البيضاء، فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 44 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بهذا الفيروس، تتوزع كما يلي عبر العمالات والأقاليم: 19 بتطوان، 10 بطنجة، 9 بفحص أنجرة، و5 حالات بوزان، وحالة واحدة بالمضيق. فيما سجلت جهة فاس مكناس 41 حالة جديدة كلها بمدينة فاس، وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كلها بالعيون، فيما سجلت 22 حالة إصابة جديدة بجهة قلميم ودنون موزعة بين إقليم طنطان 17 حالة، و4 حالات بقلميم، وحالة واحدة بأسازاك. أما فيما يخص جهة مراكش أسفي فقد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، 6 منها بمراكش، 8 بأسفي، و7 بإقليم الحوس. فيما سجلت الجهة الشرقية 11 حالة جديدة كلها بإقليم جرادة، وسجلت جهة بني ملال الخنيفرة 9 حالات بخنيفرة. فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 5 حالات جديدة كلها بسيدي سليمان، ولم تسجل الثلاث جهات المتبقية جهة الدخلة وادي الذهب، جهة درعا تفيلالت، وجهة سوس مسا أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص عدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المختبرية اللازمة فقد بلغ مجموعها 786722 حالة مستبعدة. أما بالنسبة لحالات التعافي فقد تمثلت للشفاء ولله الحمد 466 شخص، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ما مجموعه 10639، أي بنسبة تعافي تبلغ حوالي 73%. لكن مع الأسف سجلت 3 وفيات جديدة متعلقة بداء كوفيد 19 خلال 24 ساعة المنصرمة، وسجلت حالة واحدة بطنجة، وحالة وفاة الثانية بالدار البيضاء، والثالثة بقلميم، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 240 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة تناهز 1.6%. وبهذا يبقى مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج 3728 حالة، منها 16 حالة صعبة وحرجة، فيما مكن تتبع المخالطين إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 78455 شخص، لازال منهم 16521 تحت المراقبة الصحية اللازمة إلى حين استيفاء المدة المحدودة في 14 يوما. وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية من استعمال للأقنعة بشكل سليم، والحرص على النظافة العامة خاصة غسل اليدين بصفة منتظمة، مع الحرص كذلك على التباعد الجسدي وتحميل تطبيق وقايتنا مع تشغيل تقنية البلوتوث بشكل مستمر.